في أمسية ثقافية نظم ملتقى الشباب الكويتي احتفالية لتأبين الشاعر المستنير فهد العسكر بمناسبة ذكرى رحيله 67، وخلال المناسبة تم استعراض أعمال الشاعر وتقديم قراءة في أسلوبه الذي كان يتميز بالتجديد، حيث اتبع العسكر مدرسة أدبية ذات فكر ينشد التحديث رغم أنه قوبل بالانتقاد والرفض نسبة لأشعاره التي كانت تحمل أفكارا جريئة. المهم بالنسبة لي على الأقل تكلم عن ذاكرة الحديدية بأن فهد إذا قرأ قصيدة أو سمعها لمرة أو مرتين أو ثلاث على أكثر احتمال يحفظها على طول، بل أكثر من ذلك لم يسمع عن كتاب أو مجلة أو جريدة وصلت الكويت عند بن رويح كما تفضلت الأخت في المقدمة أو غيرها من المكتبات، مكتبة المدفع وغيرها، كان يذهب مباشرة إلى هذه المكتبة ويقتني هذا الكتاب. فهذه مسألة مهمة تبين لنا أن حتى القراءة لم تكن قراءة عادية، فكل ما كان يقرأ فهد كان يجد مكان راسخ في عقله، ولربما هذا جعله يخطو خطوات إلى الأمام في مجال القراءة. يعني كل جيل كان يقرأ بس ما في واحد منهم يعني كان بالفعل بشخصية فهد وبهذه السرعة اللي استطاع فيها.